السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. دور كمبيوتر، تمام؟ دور كمبيوتر هناخد احنا منه مكثفين اللوك الكبير ده، تمام، اللي هو 330 ميكرو. أي واحد ينفع معاك، مش شرط الميكرو كام يعني، تمام، زاد قل مش هتفرق معانا. كل ما يزيد بس كل ما يخرج في الوقت اللي خارج بس. هناخد المقاومتين اللي جنبهم، هتلاقي هنا جنب مقاومات ورا واحدة ورا واحدة، تمام، مكثفين اهم والمقاومتين اهم، تمام كده. طيب واحد يسألني المقاومه كام، اقول لك المقاومه كام. المقاومه دي بني اخضر اصفر ذهبي، تمام، 150 كيلو، بني اخضر اصفر ذهبي 150 كيلو، تمام، 150 كيلو اوم. دولت هتلاقيهم راكبين في الباور جنب البتاع، فاحنا هنلحم كل مقاومه توازي. هلحم وأوريكوا برضو كده. كثف 330 زي ما قلت لك، 220 أي رقم ينفع معاك، يعني عاوز كل ما تزيد كل ما هيكون طبعا حلو. مقاومات 150 كيلو أوم، كل واحدة ملحومة توازي مع المكثف، تمام كده. طيب بعد كده هنجيب حتة سلك صغيرة، عندك هنا السالب وهنا السالب، هنلحم السالب مع بعضه، تمام. كده احنا لحمنا السالب مع السالب، فاضل معايا الموجب هنا والموجب هنا. هنعمل ايه؟ رفيشة، وصل الفيشة ذكر، وصل الفيشة ايه بنقول عليها عندنا نتاية، تمام. هنجيب طرف من الاصفر، طرف الاصفر التاني، مش هتفرق اي لون يعني، مش هتفرق، بس احنا ايه عشان يبقى ماشيين بس بنظام. اصبح انا قطعت الاصفر دخل على الموجب هنا، والاصفر داخل على الموجب هنا. طيب الوصله الثانيه دي هنشعرها كده، بتوصل مع بعضها كده، اصبح بالشكل ده. يعني سلك واحد ماشي طوال زي ما هو، ما لناش دعوه، والسلك الثاني هي احنا اللي قطعناه بس، تمام. طيب هنجيب كهرباء، ده مدخل 220 اهو، تيار متردد اهو 223، تمام، اللي هما دول اهو، دي كهربة البيت يعني، تمام. هندخل احنا هنا كهربا على الفيشة الدكر، خارج اهو هنركب احنا لمبة 220، تمام، طبعا لمبة سارجة قدامكم اهي. طيب لو احنا عملنا شورت على اللمبه كده، ايه اللي هيحصل؟ اللمبه هتطفي بس مش هيعمل ايه، مش هيعمل شورت، تمام كده. نفس دايره المكثف اللي احنا عملناه قبل كده، بس 16 مايكرو. تخيل عملنا الدايره بالديت، هحط لكم صوره الفيديو على الشاشه دلوقتي. نفس فكره المكثف ال 16 مايكرو عليهم قطبيه، عملنا بوه بالمكثفات المستقطبه، نفس الفكره، ومكثفين اهو. وعلى الاقل ده هيبقى اشجع من التاني 100 مره، لان التاني 16 ميكرو بس، ده 16 ميكرو بس، اصبح ده هنا 330 330 330، فهيبقى طبعا اعلى من ده بكتير جدا، تمام. ومكثف مستقطب مش مكثف عليهم قطبيه زي النوعيه التاني ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على الفيديو دي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.